اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من مقبره المنسيه اللي حدا ولاد زيان. المقبره المنسيه، الناس هاد الساكنه هذه كتشكى بزاف من هاد المقبره هذه. جات واحد الجمعيه اللي حيدات هذاك الشجر وداك الاعشاب وداك الشوك اللي كان هنا تنقات، ولكن ما داروش فيها واحد السيكيريتي اللي غتبقى محضيه هاد البلاصه. ها هو ناض هاد الشيء، رجع عاوتاني كيف كان هاد الشيء. يعني هاد الشيء شنو كان كيسبب كيدخلوا المتشردين اللي شفر شي حاجه من جنبات ديال المحطه كيجي يتخبى هنايا. زائد في الوقت اللي كانت الجمعيه كتنقي المقبره، شدوا شحال من مراق، شحال من المشعويد هنا كيجي كيدير السحر. شدوا واحد المشعوذ، جايب واحد الدري صغير كيعومو هنايا، شدو مراته هي جايبه السحر ديالها باغا دير هنا. لقاو سيكان، لقاو تقريبا شي 200 لاكارت ناسيونال بيرميات، لقاو واحد الوريقه ديال واحد السيد عايش في ديار اوروبيه وحال هنايا، عيطوا ليه وريقات حتى هما لقاو هنا، وخا سردو تخسروا بالشتا، المهم لقاو عدة أشياء كتوقع هنا خطيرة في هذه المقبرة المنسية. لحقاش ما فيها لا رقيب ولا حاسيب، ما كاين والو هنا، حتى من سيكيريتي ما كاينش، ما كاين حتى عساس. الناس اللي ساكنين هنا كيلقاو مشاكل بزاف. إلا دخلنا لداخل كاين البرارة، كاين الناس ساكنين. نزيدو شويه لقدام باش نشوفو شنو كاين هنا. هانتوما كيفاش دايره الدنيا، يعني هاد البلاصه راه ولات خطر، هاد البلاصه راه خطر. هذه هي المقبرة المنسية، سماوها مقبرة المنسية حيت نسات هذه المقبرة. كبيرة بزاف، كيوقعوا فيها عدة أمور اللي خطيرة هنايا. ولكن اللي سرق شي حاجة كيجي يتخبى هنايا في بلاصة، إلا دخل شي واحد أنا ما يقدرش شي واحد يتبعوه، صعيب. ولا تخبى ما غتشوفوش. الناس اللي كيامنوا بالشعواد راه كيجيو حتى هما هنايا كيخبيو السحر ديالهم، مشعوذين حتى هما. كيتم جايب شي وحده هو ديجا جاي هنا ومخاشي شي سحر هنا مخبيه، كيتم جايبها تيقول لها راه ديري لك السحر هنا، كيجيب الناس هنايا وكيبدا يحفر. اخرين كيتيقوا بانه راه جبت السحر، راه غير كيكذبوا عليكم، راه ديما تيجيو كيخبيو هادشي هنا الناس. تيضحكوا عليكم، راه كيجيب وحده كيخبي السحر، واحد 6 ولا 7 ديال السحر في اي بلاصه مع مصورها ومعلمها، وكيرجع نهار كتجي شي وحده عنده راه تيقول لها كاين السحر عندك، كيجي هنايا كيجبد لها الاولاني وكيمشي تجي الاخرى ثاني يجبد لها ويتخلص، كيضحك على عباد الله. راه الحرفه عندهم، راه متمكنين منها. كاين الناس، كاين بعض الناس اللي جاهلين كيتيقون، راه كيتفلاو عليكم، راه ما كاين والو. الا كان غيجبد السحر يجبد الكنز، قلب على الكنز جبدو، تا تجبد السحر. انتم
شكرا لكم مشاهدي قناة شوف دبي، الى حين باشر اخر ان شاء الله.